ذاك اليوم شفت على السوشيال ميديا حريجة كبيرة بمكان ثاني على الكوكب، وكان بعيد عن هني. ليش ما تصير عندنا أشياء مثيرة للاهتمام هني؟ دائما ملل، كل شيء على حطته، كل يوم يشبه الثاني، كل مكان نسخة بعضه، وأنا قاعدة هني بسيارتي كلها ملل، معلقة بشارع عرض 5 حارات وعلى طول اللي تعتبر بريكات شاب الأرض أحمر يعمي عيوني العنيدة، وماكو وراها غير ملل 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 ملل